المكنه دي تدور تلاقي عالم قدامك، ده بيحب وده بيكره، ده بيقتل ده بيتقتل، ده بيتولد ده بيموت، دي بتطلع دي بتزغرط. سيما يا بنت سيما. شخصيتنا الرئيسية النهاردة صديق المشاهد دكتورة طيبة، ودايما تسهر لشغلها حتى لو الوقت متأخر طالما هتقدر تساعد أي مريض، مع إن ده دايما عامل لها مشكلة مع عائلتها. وفي يوم وهي سهرانة في المختبر الطبي بتتضرب برصاصة من ظهرها، يعني اللي ضربها مش راجل جدع. بس مش ده الغريب، الغريب إن الوقت بيقف بطريقة غريبة جدا، ووقتها بيخش ملك الموت أو الشينجامي زي ما بيتقال في الثقافة اليابانية. وهنا ملك الموت بيقرر يديها 15 ثانية بعد موتها عشان تنتقم من اللي قتلها، بس كل قرار ليه قوانينه. وهنا ملك الموت بيشرح لها ويقول لها ان القانون الاول مهما حصل مش هتزيد المدة عن 15 ثانية، والقانون الثاني مسموح لك انك توقفي وتشغلي ال 15 ثانية دول، واشرح لك صديق المشاهد الموضوع ده لما يجي وقته. المهم شخصيتنا الرئيسية بتبدأ تستوعب كويس اللي بيحصل لها، وفعلا حددت اول هدف ليها في رحلة الانتقام. تقريبا كده اللفظ خني، ازاي رحلة و 15 ثانية؟ المهم اول هدف اختارته انها تعرف مين اللي ضرب او ضربت عليها الرصاصة، خصوصا ان ملهاش اعداء زي ما بيتقال. وهنا بتبدأ ال 15 ثانية فعلا، بس اول عائق قابلها هو شعورها بالالم الناتج عن الرصاصة، وهنا قررت توقف الوقت. وهو ده المقصود من القانون التاني، ان مسموح ليها توقف وتشغل الوقت عشان تاخد فرصتها في التفكير، بس الحركة نفسها لازم تكون خلال 15 ثانية وهي شغالة، وبكده نكون وصلنا ل 14 ثانية. وهنا حددت فعلا وشغلت الوقت تاني ولفت عشان تشوف مين اللي ضرب الرصاصة عليها، وفعلا بتنجح المرة دي. بس الصدمة بتجيلها لما تعرف ان اللي ضربت عليها الرصاصة هي بنت واحدة مريضة عندها، وان مامتها كانت مصابة بالاكتئاب، وراحت للدكتورة او شخصيتنا الرئيسية النهاردة وعطتها ادوية، بس الادوية ما جابتش نتيجة والام قررت تنهي حياتها، وعشان كده البنت بتنتقم من الدكتورة. وهنا شخصيتنا الرئيسية بتوقف الوقت عند الثانية 13 وبتبدأ تقول ان موتها مش هيكون بالسهل ابدا. وهنا ملك الموت بيضحك عشان بدأت تزيد عنده الحماسة من البشر وأفعالهم، وعلى طول بتبدأ الدكتورة تشغل الوقت وبتعمل حاجتين، بترمي علبة باودر على الأرض وتاني حاجة بتقفل النور، وبعدين بتوقف الوقت تاني. فبيسألها ملك الموت إيه الاستفادة من اللي انت عملتيه ده؟ هنا قالت إنها عملت كده عشان لما يخش القاتل الأوضة ويدوس بالجزمة بتاعته على الباودر هيسيب علامة، وده هيسهل كتير للشرطة إنهم يحددوا القاتل، وبكده نكون وصلنا للثانية 11. بس بتقرر إن ده مش دليل كافي لسه، وعلى طول بتشغل الوقت تاني وبتروح تكتب اسم القاتل على الترابيزة وبتوقف الوقت على 8 ثواني. بس هنا ملك الموت قال لها الاسم واضح جدا، فشخصيتنا الرئيسية وبكل تحدي بتقول له انه جزء من خطتها، وبتشغل الوقت فبتكسر الازاز فوق الاسم وبترمي القلم اللي كتبت بيه بعيد، وبتوقف الوقت عند الثانية 7. بس هنا ملك الموت استغرب جدا وطلب منها تفسير للي عملته، وهنا شخصيتنا الرئيسية جاوبته وقالت له انها لما كتبت اسمها كانت قصده يكون ظاهر عشان ده جزء من خطتها، وخطتها بتكمل لما البنت نفسها تيجي تمسح اسمها او تشخبط عليه، وانها هنا هتقع في فخين. الفخ الاول ان ايديها هتتجرح بالازاز اللي هي كسرته، ووقتها الطب الجنائي هيقدر يحدد القاتل، والفخ التاني لما رمت القلم، فوقتها لما تشخبط بقلم تاني غير اللي اتكتب بيه برضو الطب الجنائي هيقدر يتعرف على نوعين القلم، والاسم اللي اتكتب في الاول هيتعرف. بس هنا ملك الموت بيبدا يضغط عليها اكتر ويقول لها اللي انت عملتيه ذكي، بس برضو البنت ممكن تتفاداه، يعني مثلا ممكن تغير الجزمة وهي داخلة بأي حاجة جوه المعمل الطبي نفسه، وأكيد هتاخد بالها من الألم اللي واقع وتاخده، والإزاز اللي على الترابيزة سهل إنك تتفاداه. بس اللي ما يعرفوش ملك الموت وقتها إن كل ده جزء من خطتها، وإن البشرية قررت تقتل اللي قتلتها. وبتشغل الوقت وبتروح توصل الورد بطريقة غريبة جدا في الكهرباء، وبترمي مية ناحية الألم اللي رمته، ووقفت الوقت هنا عند الثانية 5. وهنا ملك الموت انبهر وقعد يسقف لما فاهم هي عملت ايه، وتعال انت يا صديقي المشاهد اشرح لك اللي عملته هتستفاد بيه ايه. الخطه هتكون كالاتي: اول حاجه القاتل هيخش على الترابيزه عشان اسمها اللي مكتوب، ووقتها هتشوف القلم اللي اتكتب بيه واقع فهتروح ناحيته، بس اللي متعرفوش ان ناحيه القلم ده ميه، وبكده هتكون سهل انها تتكهرب بالاختراع اللي عملته الدكتوره بالورده وكانها بطاريه طاقه حتى لو ضعيفه، بس كده كده ما تنساش ان القاتل هيكون جسمه بارد بسبب الميه. وحركة الوردة في حوار الكهرباء ده طلع ليه تجربة حقيقية في السويد، ونجحت بس بأنواع معينة من الورود، تقدر تبحث عندها صديق المشاهد. المهم عشان وهي راجعة تتكهرب وتموت، وبكده تكون اكتملت خطة الدكتورة، وعشان كده ملك الموت انبهر لما فهم اللي عملته البشرية. بس شخصيتنا الرئيسية تبقى ليها 5 ثواني، ومع اكتمال خطتها برضو ما كانتش راضية، وقررت انها تحكي للبنت عن اللي حصل حقيقي في موت مامتها، وده هيكون عن طريق رسالة. وفعلا شغلت الوقت، بس وهي في طريقها انها تعمل كده بتجيلها رصاصة تانية غير متوقعة من ناحية تانية، وهنا ملك الموت بيعرفها ان كل حاجة بتتغير في ثانية، فما بالك بقى ب 15 ثانية.
وهنا بتعرف ان البنت او القاتل لف وضرب الرصاصة التانية على الدكتورة، عشان لما اتضربت الرصاصة الاولى لفت عشان تعرف مين اللي قتلها، وده كان اول استخدام لل 15 ثانية. بس طبعا القاتل فكر انها لفت كاجراء مضاد للرصاصة، يعني فكرت ان ممكن يكون في ايديها مسدس هي كمان، وهنا قررت تخرج وتلف ناحية الشباك وتضرب الرصاصة التانية، وبكده بيكون اتبقى اقل من ثانية لشخصيتنا الرئيسية. وبعد ما استوعبت كل اللي حصل شغلت الوقت وهي في دماغها فكرة وهدف واحد بس، انها تمسك الرسالة دي في ايديها، وفعلا بتعمل كده. بس طبعا ده كان غريب لملك الموت ومقدرش يفهمه ايش معنى الرسالة دي وليه كانت مستميتة في خطتها الاخيرة عشان تمسكها قبل ما الوقت يخلص. وبكده تكون ال 15 ثانية انتهت ونرجع للوقت الطبيعي، وهنا بيخش القاتل وبياخد باله من اول فخ وبيجيب حاجة يلبسها في رجله من المكان نفسه، ولما بتلاقي اسمها مكتوب بتقرر تشطب عليه فبتمسك القلم، بس بتاخد بالها ان القلم مختلف فبتروح تمسك القلم اللي اترمى وبكده تكون فلتت من الفخ التاني، وبتروح عشان تشطب على الاسم فبتتكهرب، وبكده ما قدرتش تهرب من الفخ الاخير. بس الخطة مش بتكمل لانها ما ماتتش، ولما بتسمع صوت حد جاي بتقدر تداري كل الادلة، وقبل ما بتمشي عينيها بتيجي على الرسالة اللي كانت ماسكاها الدكتورة، ولما بتيجي تقرا الرسالة دي بيجيلها صدمة حرفيا، لان اللي كتب الرسالة دي مامتها، وبتقول فيها انها قررت تنهي حياتها بسبب الاكتئاب، وانها وقفت الدواء ومش بتاخده بقالها فترة، وانها كمان ما قررتش تنهي حياتها لوحدها، وانها هتاخد حياة بنتها كمان معاها. وهنا القصة بترجع فلاش باك، وبيظهر لك بنت الست دي وهي قاعدة مع الدكتورة، وعشان هي مرهقة الدكتورة كتبت لها على حبوب فيتامينات، في نفس الوقت اللي اتكتب للام حبوب ضد الاكتئاب. بس بعدها بشوية زي ما مكتوب في الرسالة ان الام قررت تنهي حياتها وهتاخد بنتها كمان معاها، وده عن طريق انها جابت حبوب سم وخلطتهم مع الدواء بتاع بنتها عشان بنتها ما تعرفش. ووقتها الدكتورة عرفت فرجعت كل حاجة مكانها واخدت الرسالة معاها، فطبعا البنت انهارت وقعدت تعيط لانها عرفت انها قتلت الدكتورة ظلم، وعشان عرفت ان مامتها اصلا كانت مخططة انها تموت معاها. وبيجي المشهد الاخير، وفي مسرح الجريمة بيلاقوا ورقة مكتوب فيها اسم القاتل، وقبل ما بتسأل الورقة دي جت منين بتعرف ان اللي كتبها هو ملك الموت بسبب انبهاره باللي عملته الدكتورة قبل ما تموت، فقرر ان الورقة دي تكون الهدية الاخيرة اللي يقدر يقدمها لها، مع ان ده ضد القوانين. وبس كده صديق المشاهد، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد دايما اول باول. اشوفكوا الفيديو الجاي، سلام.